بقيتي مرتي من على راسي وفكرتيني بأهلي وناس. لو قالوا لي اطلع الجبل اطلع على راسي. بعدين فيان دي يا ربي، وبعد ما احنا قفلنا التكاتين كده طيب ايه مالك يا راس؟ فيها كتير من مات. حج عمر ايه الارضان مين مات؟ اه ده البيموت. البيموت ارحم في الايام دي. ديك دي ايه فيه؟ اهين عايشين ايه واخدوا منها يا اخوي؟ البيموت بيرتع على الاقل. اللي هو بيرتع كيف يا جزين؟ ده حتى الجامع ما بيدخلوه، بيصلوا من برا في الشارع عليه. يصلوا ايه في مالان؟ طب قالوا لي قدم في 500 جنيه. قال حيجيبوا لنا 500 جنيه قدمنا. مصبر الناس، الناس جاتها رسائل وانا ما جاتنيش. كل يوم اقول لك الرسائل، كل يوم تجيني رساله ما فيهاش 500 جنيه. اصبر هتجي لك 1000 جنيه بيحوشوا هذا. رحت اشتكيت مع الواد بتاع الخب وطر. قال لي طالما قال ما جاتكش 500 جنيه قدم لك في 700. طب يا ابن البار دخل طب قدمنا ب 500 ما جاتناش، هتجيني 700. لازم قليل البخت نعمل ايه في الدنيا دي؟ اوكل عيالي من فين بس يا حاج عمر؟ قول يا رب يا ولدي ما تيأسش. والله الواد محمد ابن الكلب النهارده عوض عليه كل يوم بيجي. يا ابوي يا ابن محمد انا بقول لك امي كتبالك ورقه نوت. ادي ورقه كتبالك نوت. امك بتكتب ايه؟ انا كتبالك يا دي. امك بتعرف تكتب يا دي؟ ساقطه في دقيقه تكتب كيف؟ انا كتبالك ايامكم الطين دي. حياة رمضان. ايه كذا؟ يقول لك حياة رمضان. ايه ده؟ انتم ما اصحصتوا شعبك. 2 كيلو كفتة؟ يا ابوي مش ناوي كفتة على الدكان. كفتتين لا كفتة تكفتها واثنين كفتة مفرومة بالحبهان والبصل. ان شاء الله قطري يا بعيدة يعدي عليك يفرمها لك. ايه هو ده؟ حتفتح سوبر ماركت. خذ كذبة يا حاج عمر. خذ لحمة مفرومة. خذ واثنين كيلو. والكبدة وقوانو. كبدة وقوانو. بنيه. خذ بنت الرفضي. ايه وسمنا رابي. اللي كان بتفطر بالبطاطس المسلوقة بنت الرفض. كدبالي كبدة وقوانو. يا ربي وش انت جاي بعد؟ وش؟ على الاقل يخش له فلسل جنيه. الانبوبتين فضيوا. التنين يا. ايوه ابوي. طب التنين كيف؟ يا ولد واحدة تخرج فيها واحدة تخرج، أنت ما تعمل فرن بلدي وزريحناه. فرن بلدي؟ ما هزتها من الطرفة دي ما كنت أعملها بس أنت كنت لسه ما اتولدتش. ما هي جت جنبك. قالت ده كل يوم أنا هطلع الثاني وأنزل. ما هزتها أبويا. بنت الكلب دي بنت الكلب بتنام حافي. أنا أعمل لها إعانة. اقعد هنا خلاص ابو تروح تجيب في قوتي من عند امك لو كان انا يحمي وانت كلك شغلانه على ما يخلص الموضوع دي. اه طب والحسن ودلو القزين ده اللي كل شهر جاي يقول لك هات الايجار. ايوه يا ابوي صح. النهارده جا وجرسنا عند البيت. عايز الايجار؟ هات الايجار هات الايجار. ده لما يلقى له 1500 وانت تلقى لك 2000 3500 تدفع للايجار القزين ده تجي له 500 جنيه تحته. وكده كده انت قافل مفيش كهرباء. اذا كده بتوفر فيكم 3000 على بال ما يفتحوا حبه كورونا دي اللي تعالوا بالبلد والمدينه. انت شايف كده يا حاج عمر؟ هو الصح كده الصح هتعمل هتقعد تعدل الناس فاكره حد مات. طيب طب ما انا غلب اتغلب علي. طب انا غلب ولا حي حلت حالك. حلت حالك يا ادم يا ادم بتاع المعجزات. ولا ما افعل طب ممكن نشوف الراجل يا عم الكوست. شغلنا طرق حمال الرايق قاعد مستنيني يا اخي. ما انت بتقول لي كلام بالكذب يا اخي. انت اعطالي نطلع بالهدومه يا عبد عمر.